أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل امتحانات آخر عام كمراجعة عامة لمادة الهندسة للصف الأول إعدادي. في أول اختبار سوف نحل امتحان القاهرة إدارة عين شمس رياضيات هندسة صف الأول الأعداد. في السؤال الأول يختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. القطران في المستطيل ينصف كل منهما الآخر، وإيه تاني؟ احنا عارفين المستطيل القطران فيه بينصف كل منهما الآخر، وكمان وبيكونوا متساويان في الطول ولا متعمدان؟ طبعا ما هماش متعمدان، هما متعمدان، لا ينصفان زاوية الرأس، لا ما بيحصلش كل ما سبق. طبعا اتنين هم مش موجودين، هما متساويان في الطول. يبقى إذن القطران في المستطيل ينصف كل منهما الآخر ومتساويان في الطول. الشعاع المرسوم من منتصف، شعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازن أحد الضلعين الآخرين بيعمل إيه مع الضلع الثالث؟ في عندك مثلث، بتجد في هذا المثلث انه ايه بالشكل ده كده، لو اخذت المثلث كده وجيت اخذت من احد منتصف احد الضلعين ورسمت خط موازي للضلع الثالث، يعني انا هاجي من منتصف من هنا وحوازي همشي موازي لهذا الضلع بالشكل كده، وانا كنت منصف القطعة دي الف، دي الف باء، وهو ده بيوازي ده، يبقى ايه اللي بيحصل تاني؟ بينصف الضلع الثالث، هتجد الضلع ده منصف بالشكل ده، يبقى بيعمل ايه مع الضلع الثالث؟ ينصفه خلاص، لان هو مرسوم من منتصف ضلع موازي احد اربع. مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة يساوي مجموع الزوايا دي زائد ديت زائد دي اللي جوه المثلث بتساوي 180 درجة. صورة النقطة 1 و5 بالانعكاس في محور السينات. لما يكون عندي محاور بالشكل كده وعندي نقطة 1 و5 مشيت كده 1 و3 فوق هنا 5، بعمل انعكاس النقطة دي، يعني النقطة دي كأنها بتشوف صورتها في المرآة اللي هي السين دي، يبقى هتبتعد قد ايه؟ 5 على نفس البعد السين بواحد، يبقى هنا بقت النقطة دي بكام؟ هي برضو 1، هنا 1 ايه قبلها هنا، يبقى 1 والخمسة كانت هنا فوق 5، هنا نزلنا تحت بالسالب، يبقى 1 و سالب 5. يبقى اذا صورة النقطة 1 و5 بالانعكاس في محور السينات هي 1 و سالب 5. طيب لو قال لك الصادات هتعكس، يعني في السينات بناخد المحور الصادي نغير اشارته، في الصادات بناخد المحور السيني بنغير اشارته، تمام كده؟ بعد كده بقى نشوف السؤال اللي بعده.
س وخمسة زاويتان متتمتان، وقياس زاوية س بتساوي قياس ص، يعني الزاويتين دول س والص، س وص زاويتين عاملين ايه؟ متتمتان، يعني مجموعهم 90 درجة. أما يكون الاتنين بيساوي بعض يبقى قياس واحدة منهم الاتنين بيساوي بعض، س بتساوي ص والاتنين ب90 يبقى كل واحدة 45، يبقى قياس ص قياس زاوية ص بتساوي 5 س تساوي 45، ص برضه تساوي 45. الزاوية الحادة تكملها، يعني تكملها يعني هتخليها ب90، تكملها هتخليها ب180، تكمل يعني بتجعلها 180. طيب ما يكون زاوية حادة كده وعايزين يبقوا الاتنين 180، يبقى الزاوية اللي بقى دي هتبقى حادة ولا قائمة ولا منفرجة؟ تبقى منفرجة، يبقى ايه؟ تكملها زاوية منفرجة. نشوف السؤال بعد كده، اكمل س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص، يعني زاوية ص ب90 درجة، وس ص ب8 سنتي، وص ع ب6 سنتي. نشوف كده مثلث زي كده اول، وليكن مثلث زي كده. هو بيقول ان ص ب90، يبقى الزاويه ديت اللي هنسميها ص 90، دي س ص ع. بيقول ان س ص ب8 وص ع، ادي ص ع ب6، فان س ع بكام؟ طبعا علشان اجيب س ع يبقى انا بستخدم نظريه فيثاغورس اللي هي كانت بتقول مربع المنشأ على الوتر بيساوي مجموع المربعين المنشأين عن ضلعين آخرين. يبقى أنا هجيب س ع تربيع اللي هو المربع المنشأ على الوتر بيساوي س ص تربيع زائد ص ع تربيع. س ص ب8 في 8 64، ص ع 6 في 6 ب36، مجموعهم 100. تبقى س ع، بس ناخد جذر دي، ناخد جذر دي، طبعا تدي زائد او ناقص 10، احنا بنرفض الناقص عشان ما عنديش ابعاد بالناقص، الابعاد كلها تبقى موجبه، فانا باخد الموجب يبقى اقول س ع بيساوي 10 سنتي، يبقى س ع ده يساوي كام؟ 10 سنتي. نشوف بعد كده السؤال التالي، صورة النقطة سالب 5 وسالب 3 و5 بالانتقال. لما باجي اجيب صورة النقطة صورة سالب 3 و5 بانتقال 1 1 انتقال، بنعمل ايه؟ بنجمع ده مع ده، سالب 3 و1 يبقى سالب 2، 5 و1 6 يبقى سالب 2 و6، مربع مساحته 81، فإن محيطه بكام؟ أنا عارف إن المربع مساحة المربع بتساوي طول مساحة المربع تساوي طول الضلع في نفسه، يعني لام تربيع. طب عايز اجيب لام، يبقى لام بتساوي جذر 81، يعني اللام تربيع بتساوي 81، تبقى اللام بس بتساوي جذر 81 بتساوي 9. يبقى انا عندي لام بتساوي 9 سنتي، يبقى المحيط، طب انا عارف ان محيط المربع بتساوي ايه؟ محيط
المربع يساوي 4 في طول الضلع، لأن الأطول أضلاع كلها متساوية ولو 4 أضلاع، يبقى 4 في 9 أضرب 4 في 9 يبقى 4 في 9 بتساوي 36 سنتيمتر. تمام. طيب ألف بقى جيم دال متوازي أضلاع فيه قياس زاوية باء ب70، متوازي أضلاع ألف بقى جيم دال متوازي أضلاع زي كده. ده طبعا مستطيل مرسوم كده تيبيكال مستطيل، فاحنا هنشيله علشان هو مش شكل متوازي اضلاع، هو متوازي اضلاع ولكنه انا عايز شكل المعهود اللي هو شكل متوازي اضلاع. المهم لو ان ا ب ج د متوازي اضلاع فيه قياس زاوية ب، قياس زاوية ب بكم؟ ب70. طيب يبقى قياس زاوية ج بكم؟ ب و ج زاويتين متتاليتين، يبقى قياس زاوية ج، طب الزاويتين متتاليتين اللي ورا بعض يعني كده ده متوازي اضلاع بالشكل ده، بنجد دي ودي مجموعهم كام اللي ورا بعض المتتاليتين، او دي ودي مجموعهم 180، يبقى زاوية ج بتساوي 180 ناقص ب، لان الاثنين بيساووا 180، يبقى ج بتساوي 110 درجة. القطعة المستقيمة الوصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث عاملة ايه؟ بتوازي القطعة الثالثة وبتساوي نصها، يبقى توازي الضلع الثالث وتساوي نصفه. نشوف بعد كده السؤال الرقم 3 في امتحان القاهرة. تمام. 3 قاهرة بيقول في الشكل المقابل دالها يوازي ب ج وقياس زاوية ب ب50 وقياس زاوية د 120، أو جد بالبرهان قياس زاوية ج وقياس زاوية ب ألف ج. يعني عايز أجيب الزاوية دي الأول وبعد كده اجيب ب ألف ج دي بعد كده. طيب هنقول احنا مش عندنا ده بيوزع وده ايه قاطع، ده قاطع، دول بيوزعوا بعض. طيب تبقى ديت ودي مجموعهم كام؟ دول شكلهم ايه؟ داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، مجموعهم 180 منهم واحدة 120، تبقى ديت ب60. يبقى نقول بقى بما ان دالها يوازي ب ج ودال ج قاطع، اذا قياس زاوية دال زائد قياس زاوية ج بتساوي 180، يبقى اذا قياس زاوية ج بتساوي 180 ناقص 120، لأن دول 180 يشيل 120 180 يديني 60 درجة، دي بقى ب60 خلاص. طيب أجيب الزاوية دي إزاي بقى تاني؟ أنا عندي قياسات زوايا المثلث، بما أن قياسات زوايا المثلث الداخلة بتساوي 180 درجة، تبقى إذا قياس زاوية بألف ج بتساوي 180 واشيل منهم 50 ناقص، بتساوي 180 ناقص 50 وديت طبعا كانت ب60، يبقى 180 ناقص 110 بتساوي 70 درجة، يبقى دي بكام؟ ب70
درجة. طيب مضلع سداسي يعني له 6 أضلاع، مضلع ايه؟ سداسي له كم ضلع؟ له 6. طيب منتظم، وهو منتظم يبقى عندي الزوايا متساوية، زوايا كل زوايا متساوية متطابقة وأضلاعه كلها متساوية، طول ضلعه 7. أوجد محيطه، طبعا عارف المحيط أي شكل بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. طب هو سداسي يبقى المحيط، محيط السداسي بتساوي 7 سنتي في 6 أضلاع، ب42 سنتيمتر، ده المحيط. طيب قياس كل زاوية من زوايا، قياس الزاوية بتاع المضلع المنتظم كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي عدد الأضلاع، نشيل منهم 2 ونضرب في 180 وأقسم على عدد الأضلاع. طب هو سداسي يبقى 6 ناقص 2 ب4 في 180 على 4 على 6 على 6 6 على 180 على 6 ال 4 ايه؟ 180 على 6 ف 30، 3 في 30 في 4 ب 120 درجة، يبقى قياس الزاوية الواحدة ب 120 درجة. حلو الكلام. طيب في الشكل المقابل، السؤال رقم 4 بقى، لسه 4 و5 وفي جزء تاني لسه. الشكل ده صورة المستطيل ألف سين ميم عين، اللي هو ده المستطيل دوت، ألف سين ميم عين ده كده كده اهو، بالانعكاس في سين صاد، سين صاد هينعكس هنا، يبقى المستطيل ده بيشوف صورته هنا في المحور ده، دي كأنه مراية، المستطيل ده شاف شكله فيها، فإن تبقى النقطة ألف هي بقى، والنقطة سين هي نفسها، وميم هي نفسها، وعين هي لام، يبقى صورة المثلث بالانعكاس هي بالترتيب، ألف صورتها مين؟ باء، سين صورتها مين؟ سين، وميم صورتها مين؟ ميم، وعين صورتها مين؟ لام، يبقى باء سين ميم لام. طب صورة المستطيل ألف سين ميم عين هو نفسه ده، هو المستطيل ده هو نفسه، هنعمل له ايه بقى؟ بالانعكاس في عين لام، نفس الكلام ده هيشوف صورته هنا، يبقى ألف صورتها مين؟ دال، يبقى نقول هو صورة أو هي صورة، قلنا مين؟ نبدأ بالألف، الألف صورتها دال، ألف صورتها دال، السين صورتها صاد، دال صاد، و الميم صورتها نفسها، والعين صورتها نفسها، يبقى ميم عين. تمام. باستخدام الشبكة التربيعية المتعامدة اللي هو الرسم البياني يعني اللي عندك، ارسم المثلث ألف ج حيث ألف وباء وجيم، ثم ارسم صورته. يبقى أنا الوقت عاوز بس أعمل محاور، محاور بتاعتي أهيت، علشان ارسم المثلث بتاعنا ونشتغل عليه. حيث ألف أداء النقطة، وطبعا عايزين 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، -1 وهكذا زي ما احنا عارفين، -4 -5، -1 -2 -3 -4 -5، النقطة ألف ب2 و2، أدي 2 وأدي 2 هنا، دي اسمها ألف، يستحسن تعمل على إكس عشان تبقى أوضح. باء ب5 و2، 5 و2 دي باء، جيم 3 و5، 3 و5، دي باء دي جيم،
ألف اتنين واتنين، خمسة واتنين، تلاتة وخمسة. يبقى ده نوصل المثلث بتاعنا، ادي ألف جيم، ألف باء، باء جيم، ورسمنا المثلث. ثم ارسم صورته بالدوران بزاوية قياسها 180 حول نقطة الأصل. طبعا أنا لو مشيت كده دوراني لو بقى بالشكل ده يبقى ده عكس عقارب الساعة، ده اسمه دوران سالب. يبقى أنا بلف بالشكل ده كده في اتجاه عقارب الساعة 180، يبقى أنا عايز أمشي بزاوية 180. هتصبح النقطة ألف، شوف ما هتلف حول نقطة الأصل ديت، هتجد إن ألف دي هتلف انت حوالين المركز واو، هتجد إن ألف لفت وجت هنا، هنا بالضبط. طيب بعرفها رياضيا ازاي؟ بغير اشراط، اتنين واتنين هتبقى سالب اتنين وسالب اتنين، اهي سالب اتنين وسالب ب خمسة واتنين هتبقى السالب خمسة والسالب اتنين. بدي الف دي بقى جيم بتلاتة وخمسة هتبقى السالب تلاتة والسالب خمسة، اهي دي النقطة دي. سالب تلات سالب خمسة، النقطة دي. ووصل المثلث بتاعي بالشكل ده، تبقى دي صورة المثلث اللي اسمه ألف باء جيم، نسميها احنا بقى هنا ألف شرطة، باء شرطة، جيم شرطة، ألف شرطة، باء شرطة، جيم شرطة. دي صورة المثلث ده بالضبط بالدوران حول نقطة الأصل بزاوية 180 درجة. في شكل المقابل ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال، شكل رباعي فيه قياس زاوية باء ب 90 وقياس زاوية ألف جيم دال اللي هي دي ب 90 وألف باء ب 3 سنتي وباء جيم ب 4 وألف دال ب 13، أو بالطول كلا من ألف جيم، عاوزين ألف جيم وعاوزين دال جيم. طبعا ده نظرية فيثاغورس. ازاي نجيب ألف جيم؟ أنا عندي إن ألف جيم ده أحد أضلاع المثلث القائم المقابلة، الضلع ده مقابل الزاوية 90، وبالتالي هيبقى ألف جيم هو اسمه الوتر، وأنا عارف إن ألف جيم تربيع اللي هو مربع الوتر بيساوي إيه؟ مربع المنشأ على الوتر بيساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين، يبقى ألف باء تربيع زائد باء جيم تربيع بتساوي ألف باء بتلاتة في تلاتة بتسعة زائد أربعة في أربعة بستاشر بتساوي تسعة وستاشر خمسة وعشرين. دي ألف باء تربيع، أنا عايز أجيب بس ألف باء باخد جذر الطرفين، يبقى بتساوي جذر التربيعي لخمسة وعشرين، بناخد جذر موجب بس ما ناخدش السالب لأن دي أبعاد وأطوال يعني، يبقى بتساوي 5 سنتيمتر. يبقى انا حسبت ألف جيم بخمسة سنتيمتر. لسه عايز اجيب دال جيم، دال جيم ده احد اضلاع القائمة، يبقى اقول دال جيم تربيع المربع المنشأ على احد الاضلاع هيساوي ايه؟ المربع اللي هو الوتر اللي هو ألف دال تربيع ناقص المربع المنشأ على الضلع الاخر هو ألف جيم تربيع. طب ألف دال ب 13 في 13 169 ناقص ألف جيم، ألف جيم ب 5 في 5 ب 25 يبقى الناتج بتساوي 4 2 1 4 4 1. يبقى إذا دال جيم بتساوي 12 سنتيمتر.
في الشكل المقابل ده بقى في 5 اللي هو آخر جزء في الامتحان، بيقول لام وميم ونون منتصفات، دي منتصفات الأضلاع، سين صاد صاد عين عين سين وصاد عين، على الترتيب تنقص عين صاد عين بقى، دي منتصفات الأضلاع على الترتيب، صاد عين ب12 وسين صاد ب10. أوجد بالبرهان محيط الشكل، شكل مين؟ لام صاد ميم نون، لام صاد ميم نون، عايزين نجيب محيط الشكل ده، وما اسم هذا الشكل؟ عايز اجيب محيطه ده. بنجيب محيطه ازاي؟ انا عندي هون مثلث اهو، س ص ع ل منتصف س ص ن منتصف س ع، يبقى نقول بما ان ل منتصف س ص و ن منتصف س ع، إذن لام نون بتساوي نص ص ع، لأنها واصلة بين منتصفي ضلعين، توازي الضلع الثالث تساوي نص، يبقى بتساوي نص في مين؟ في 12، بتساوي 6 سنتيمتر. بما أن نفس الكلام دي نون منتصف س ع وميم منتصف ص ع، إذن نون ميم بتساوي برضو نص س ص بتساوي 10 سنتيمتر. يبقى أنا جبت إيه؟ ضلعين في الشكل. طيب إحنا عارفين لام منتصف س ص، اللي يبقى لام ميم لام لام صاد بتساوي نص س صاد بتساوي 5 للضلع التالت الرابع، صاد ميم بتساوي نص صاد عين بتساوي 6، يبقى إذا المحيط بتساوي شوف 6 و5، 6 زائد 5 نون ميم نون ميم نون ميم دهيت نون ميم بتساوي نص صاد س صاد بتساوي 5 نص في 10، يبقى 6 زائد 5 زائد 6 زائد 5 تساوي 22 سنتيمتر. الشكل فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، ليه؟ لأن ده بيقابل ده بيوازيه، يبقى القطعة دي بتساوي دي وتوازيها، القطعة دي بتساوي دي وتوازيها، يبقى إذن س ص، إذن ص لا ن م متوازي أضلاع. صاد لام نون ميم، ما اسم هذا الشكل؟ اسمه متوازي أضلاع، محيطه 22. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وأرجو منكم الدعم والمشاركة حتى الاستمرار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.